هذا أصل الجامعة من جهة وأواعي من جهة، والله ما أعرف من بدي أجيب أصل الجامعة. خجلان أطلب من أبوي كمان أشري لبستين. أصل الجامعة هذا دمار. خير اللهم اجعله خير، أهل الدار الله يستر. الو اهلين، انا واصل مشوار. خير شو جديد؟ متى؟ طب كيف صحته منيحه هو هسه؟ طب وين رحت وين؟ طب ماشي يلا، مسافه طريق هنيجي ان شاء الله، ما تاخرش يلا سلام. ماشي والله ما عارف شو بدي اسوي. مبلغ كبير، من وين بدي ادبر هذا؟ لا اله الا الله، وين بدي ادبر؟ وين بدي ادبر؟ الله يفرجها. بس شو اعمل؟ شو اعمل؟ وعلي ديون على المكتبة، نعرف منين بدي أجيبهم المصاري. ألو هلا هلا حبيبي، هلا شو أخبارك؟ الله يسعدك. تمام مجد، محتاجك بخدمة. أنا معتز مصاري ضروري ضروري، والله أخوي انكسرت إيده في المستشفى وبده عملية سريعا سريعا. سلامتك من ايش؟ الله يسلمك الله يسلمك، والله وقع عن الدرج. الله يسلمك الله يخليك. قديش بدك؟ يعني 1000 شيكل. 1000 شيكل؟ نعم صحيح. وين انت هلا؟ انا حاليا في المستشفى الاهلي. وين؟ بأي قسم انت؟ في قسم الطوارئ. طب تجيني ولا اجيك انا؟ تجيني ولا اجيك؟ أنا بجيك بس بدك تعطيني ساعة. طيب ماشي إن شاء الله، تتأخرش علي الله يخليك. طيب ماشي، يلا مع السلامة يا صاحبي. أهلا بكم في الوطنية موبايل. أهلا بكم في الوطنية موبايل. حاضرا. أهلا بكم في الوطنية موبايل. حاضرا. أهلا بكم في الوطنية موبايل. حاضرا. الرقم المطلوب غير مستعمل. اليوم عرفت
طب يقول لي جرين، تقول لي بدي يرد على تلفونه، يقول لي بديش ارد، بديش اجي، ما دبرت لك، ما سويت، ما سويت. بعدين ماشي خلص، انا عرفت كل شيء. هيك سويت فيه بتسكر التلفون؟ طب رد علي، رد علي، قول لي بديش اجيب لك، رد علي يا اخي، مش تسكر تلفونك. تزعلش يا صديقي، صار معي ظرف طارئ وهذا اللي اخرني. ظرف ايش اللي بخليك ما تردش علي على التلفون؟ كان رديت علي على التلفون، بس رد على التلفون، قول لي ابني بدي اتاخر شوي، بديش اجيب اي شيء. احكي محمد، هلا صيبنا من القصه، مش رح تشوفنا. كان رديت علي على التلفون، كان قلت لي بدي اتاخر بس، خليتني هيك اغلي اغلي اغلي. بتعرف يا محمد ليش انا ما رديت على التلفون؟ ليش؟ لانه انا اصلا بعت التلفون. ليش تبيع التلفون؟ محمد انا ما قدرت ادبر لك المصاري، انا اضطريت اني ابيع التلفون عشان ادبر لك المصاري. شو؟ هذا اللي صار. تفضل يا صاحبي.